السلام عليكم أخوتي، الله يجزيكم بخير. كنطلب من الله يعاوننا ويعاون المسلمين الجامعين ويعاون لي بحالي أنا، راني مقهور يعني اللهم لك الحمد على ما عطى سيدي ربي، ومقهور مع هاد لاخور كذا هذا، يعني جوج الناس ولا ثلاثة في الناس في الدار تبقى دير عليهم كذا، شكون يزيك؟ ما يزيك حتى حاجة، الخدمة ما كايناش راك عارف. أنا عندي داك البنت المهم راكم كتشوفوها بعينيكم، غادي تشوفوها كتاكل أي حاجة، أي حاجة تشوفو كتاكلو، إلا ما كنتش حاضيها غادي تاكل كلش. هاد البنت مني كانت عندها عامين، وهي المهم وصلت العامين يعني حسيت بالآخر بها بهاد هاد المنظر ديال، يعني حسيت بها يعني ما كانتش على عقلها. بقيت أنا المهم نتبعها كدا هادا، نتبع الطبيب ومشيت للوجدة، صفتوني للوجدة من تمايا بقاو يديوني ويردوني غير على ورقة واحدة. حتى دخلت هنا المدير هنايا في كرسيف، عاد هو اللي الاخر هضر مع واحد الطبيبة كشتني بداك الاخر كاشي ديالها، ورجعتو لهيه عاد باش قبلوني هذيك جوج، يعني عندي الطبيب وطبيبة على حساب البنت اللي متبعة، يعني الطبيب وطبيبة، وعطاوني في يعني خدموا تما معايا في ديك الساعة، خدموا معايا يعني عطاوني نهار ويني بقيت كنبكي بالعذر ديالي، يعني قلت لهم انا بعيد وكذا هذا، عطاوني في نهار واحد ندوز جوج. ومنين مشيت لتمايا دخلوني لتمايا عندهم، ني دوزوا الاخر داك الشيء اللي غيدوزوا، طلبوني داك السكانير وليليم وتحليلات، ولكن ديك الاخر ديك السكانير اللي طلبوني يعني غادي دار في شهر 10، ولكن فوقاش غيكون على الاخر يوصل للطبيبه في شهر 6. فاش كيدير فاش كيديروا الديفو فهمت؟ يعني عندي انا الاخر رانديفو في شهر 6، شهر 6 خصني غنجيب داك السكانير لشهر 6. كيفاش غادي دير انت تجيب الاخر في شهر 9 تجيبو لشهر 6؟ واش غادي نمرشاني مرشاريا؟ راه مشكله. ومن تما صافي بقى داك الشيء هكاك، دخلت هاد الكورونا صافي وصل داك الرانديفو ديالها، عيطوا عليا قالوا لي ما تجيش الاخر، ما تجيش حتى نسولو فيك، باقيين يسولو. حتى هاد المرة عاد عيط لواحد الدري مسكين راه تمايا، قلت له غادي تمشي عندهم شنو غدير شوف الرانديفو فوقاش غيكون، عطاو لي ديك الساعة الرانديفو فوقاش اللي رجع، جا حتى نهار حتى ديك في شهر 6 ديال ما عرفتش المهم في شحال شهر 6، وهادي دابا تزيد نص عام ديال اخر عاد باش غيديروك هاد 4 سنين كاع ما بغاتش تسالى. انا بنت حاصله فيها الله يحسن، واخا راني رابطها باش رابطها يعني تاكل اي حاجه، تاكل حنش الا جا عندها، تاكل اي حاجه، تاكلها لوسخ الكواغط شحال كدير الكواغط، وين انا كان المهم كنشوف فيها باش نربطها باش نقدها من داك الشيء، غير كنربطها وصافي باش نقدها يعني على داك الشيء وعلى كذا وهذا. الله يحسن العوان، الله يجازيكم بخير، كنطلب منكم محسنين تعاونونا غير بالهضره، الا كان عارف شي واحد شي طبيب ولا شي فقيه ولا كذا ينصحنا يقول لنا غير شنو عندها ولا كذا، ولا تبرا ولا ما تبراش ولا كذا، هذه اللي هذا الشيء اللي بغيت انا، ما قلتهمش هزوها عليا ولا ديروا هكذا ولا ما خاصني، ما كي قال الاول ما خاصني ما عندي، غادي مع الزمان كنضرب مع الزمان، دير منا دير منا، الرحمه في الله، الله يجزيكم بخير. كتاكل اي حاجه الوسط فراش كتاكل اي حاجه تاكل، يا جا حنش لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.